ستون عاما مرت على العمد ويب الزايدي وقدماه لا تحملانه بعد أن أصيبتا بمرض غريب في طفولته. أي والله في نعمة، أنا حاسس بنفسي في نعمة، ما قاصر أي شيء. مبسوط؟ مبسوط، أتعب مع ربي وأقول بلا شوية هذا حرام. لكن هذه الإعاقة لم تمنع العمد ويبي من الزواج وإنجاب ثلاثة من الأبناء. إلى هنا والحكاية تبدو عادية، لكن العمد ويبي لم يستطع إكمال رحلة العمر مع زوجة تعاني من مرض نفسي، ما وضع الرجل أمام اختبار آخر وهو القيام بدور الأب والأم معا. وجاءت ثمرة هذا الجهد أبناء متفوقون دراسيا. الدعوة ما طال عمرك صبر، ليش بصبر؟ والله اني مخبرني يعني من يوم اني اشتغلت وانا صغير لهالحين ما دورت واحد اقول ودني جيبني. ليه؟ خادم نفسي. العمد ويبي تعلم قيادة السيارة بمفرده وبطريقة جديدة، مما دفع احد فاعلي الخير الى اهدائه سيارة لتصبح مصدر دخل يقوم من خلالها بإيصال من يلقاه على الطريق مقابل 4 ريالات فقط. وركبت السيارة بالعبطة غلط، حتى أضيق بالسوق طال عمرك، ومعي واحد قدام فراسه شايبة وواحد ورا، وجيك من عند اللفة شكلي عند الشرطة واضرب العمود حق الكهرباء اللي أنا موديه في الشارع الثاني. الولد اللي أول يصبرنا أبوه قدام، والولد سواك أسوق قسمة. رغم حالته الاجتماعية الصعبة إلا أن العمد ويبي ألح علينا بالبقاء لتناول الطعام، ليؤكد لنا أن الكرم من أهم صفات أبناء الجزيرة. أنا غدا عندي هدية، لا تقول لا، والله أن في نعمة لا تقول لا. السنون أنهكت يديه فلم يعد قادرا على حمل الماء فوق رأسه كما كان يفعل في شبابه. حاول وحاول وحاول، لكن الضعف كان أقوى في هذه المعركة. سلام سلام سلام. خلاص لا تتعب. لم يبقى من أحلام العمد ويبي سوى حلم واحد، وهو الانتقال من القرية إلى منزل في المدينة يقيه حر صيف وبرد شتاء ذاقهما طيلة حياته. سعود الخلف، العربية، الطائف.